فضيلة الشيخ، شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر بعد ما صلى العصر الجماعة، فما الحكم عليه؟ كيف يعني؟ صلى صلاة الرجل يجمع أخر الظهر إلى العصر فصلى العصر قبل الظهر في جمع نسيان منه ليس عن شيء يصلي الظهر ولا عن شيء. وهي أفضل جمع التأخير من التقديم؟ الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس، مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سببه المشقة في الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.